أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: بعض الطلاب في بعض المدارس عندما يكبر الإمام لتكبيرة الإحرام لا يكبرون معه حتى يركع، فهل صلاتهم جائزة علما بأنهم تركوا قراءة الفاتحة بدون عذر؟ وهل أقول لهم إن صلاتكم باطلة؟ على خطر، لكن لا تقول لهم إنها باطلة، تقول: أخاف، أخشى أن صلاتكم باطلة لأنكم تركتم الدخول مع الإمام وقراءة الفاتحة، تركتم ذلك متعمدين ذلك، فأخشى أن صلاتكم غير صحيحة، فاحذروا من هذا. أما أن تقول أن صلاتكم باطلة، لا. نعم.